يعني هل انتوا ما اتكلمتوش طب جوه المدرسه نفسها؟ دي حاجة متعارف عليها من قديم الزمان. يعني انت دلوقتي ثانوية عامة دي انت بتحضرش مدرسة خلاص عادي، تاخد دروس خلاص مفيش مشكلة، المدرسين مش بيشرحوا. هو على ايامي كنا بنحضر، هو اي نعم ما كناش برضه بنفهم حاجة وبتاع، بس على ايامي كنا يعني بنحضر. قديم الزمان بعديك بالظبط. الناس ما كانتش بتحضر، الناس ابتدت فعلا ما بتحضرش، خلاص انا باخد دروس، ده احسن المدرس، المدرس بياخد فلوسه. بس فكره المدرسين فعلا مش عايزين كده، المدرسين مش عايزين يخشوا فصل فيه 75 واحد و100 واحد كلهم بياخدوا دروس وكلهم بيقولوا له انا المسيو ولا المستر بتاعي ولا الاستاذ قال لي حاجه، طب وده قال لي حاجه وده قال لي حاجه، طب انا هخش المدرس، انا شخصيا لو مدرس كده هتقرف، هقعد اشرب شاي فعلا. مش بعيد اجيب سندوتشين واقعد. بس احنا عندنا لا حياة لو ما انتوا نادي، كلمناهم على الفيس الصفحة الرسمية بتاعت السعودية، كلمناهم قال لك دي مشكلة الغياب، قال لك هنحسب لكم الغياب. طب انا ما بروحش من اول السنة، دخلت اول يوم خلاص لقيت الفصل فيه 4، مفيش حد في طب يا المدرسة. جماعة معلش استحملوني يا مصطفوات، يعني استحملوني، الناس اللي بتطلع بتبقى واخدة ثانوية عامة وجايبة أعلى مجموعة، الأولى على مستوى الجمهورية، الثانية على مستوى التربية التبتيه، الناس دي بعض الأحيان ما بيبقاش واخدين دروس خصوصية، إزاي؟ لا دول الدحيح، الدحيح، ودول قليلين. مش كتير، مش هتلاقي مش لازم زيهم. يكونوا بياخدوا دروس، بس ممكن يكونوا مثلا بياخدوا الملازم، بيقروا الملازم كويس، يعني في ما هو منهم مفيش اعتماد على كتابة، مفيش على كتب بالظبط المدرسية دي، مفيش اعتماد عليها خالص. خالص. يعني دلوقتي تلاقي الكتب الخارجية بتكسب ذهب، يعني مفيش، الكتب المدرسية دي رهيبة. وملازم المدرسين اللي هي المختصرة ملخص فيها الكلام كله. مصطفى انت عايز تخش كلية ايه؟ انا كنت عايز اخش شرطة، بس بعد اللي حصل لا انت خلاص. شكلك شرطة على فكرة، والله شكلك شرطة فعلا يعني. فبعد اللي حصل مش هينفع، لان لقيت نظام غريب من جوه، حاجة تانية، عالم تاني. فهخش يا اما كمبيوتر ساينس يا اما تجارة انجلش. على فكرة كلية الشرطة دي حاجة مشرفة جدا على فكرة، ماشي، يعني بس انت ايه اللي بيحصل جوه مش لا، فاهم. في نظام غبي جوه، في نظام تعامل غبي. ليه؟ امن الدولة، الشرطة بتتعامل، خلاص امن الدولة شلناها يا ماشي، امن مصطفى. الوطن اللي شغال، ماله؟ اللي طب ما هو ده هو بيعمل ايه؟ نفس القيادات، ده بيعمل ايه؟ نفس كل حاجة. يعني الشرطة بتحمي الشعب، تمام. الجيش بيحمي الشعب كله من بره، ده بيعمل ايه؟ طب وانت عايز تطلع ايه؟ او عايز انا تخش كلية ايه؟ انا انا عايز يا اما اقتصاد وعلوم سياسية يا اما حقوق، حاجة بكده. مصطفى انا شايف جايب معاك كتابين كده، الكتابين دول ايه؟ واحد بس عشان عندي، واحد عشان عندي امتحان بكرة ايوه، بتاع عندك اقتصاد، امتحان بكرة ونازل الثورة امتحانين النهاردة، بكرة، امتحانين. واحد واحد ساينس والتاني اقتصاد طيب ونازل النهارده، رايح ان الثوره، شاء الله. رايح التحرير، انتوا الاثنين ان شاء الله. تمام، فجايب الكتاب تذاكر فيه وانت على الهوا، وفي نفس الوقت تذاكر فيه مش في معايا مجال الهوا التحرير. ايه؟ ايوه كويس، دي حاجه على فكره كويسه، مش حاجه وحشه. لا عشان بس يبقى معايا في اي وقت، طب عشان لو الكتاب عندي، التاني، الكتاب التاني ده كتاب باع منه 15 مليون نسخة، ده المفروض بيعلمك ازاي تغيير نفسي، ده من كتب المؤثرة جدا على الناس، ده بيعلمك ازاي تغير في نفسك بس. ازاي تغير في نفسك؟ بالظبط. بتقرا؟ مش قوي يعني، ما بتقراش يعني، بتقرا كتب انا زي مش كده لا مصطفى انا مش بحب صاحبك؟ مش بحب هوايه القراءه، انا ديزاين نت كده. حلو، انما بتخش مثلا على الانترنت تشوف مثلا ديزاينات جديده بتاع، بتشوف. انا بس احب اقول حاجه، انتوا عارفين اللي بيحصل في تشيلي، في ثوره تشيلي الطلاب. الطلاب هناك مجرد انهم عايزين تعليم احسن، عايزين تعليم يبقى حق، مش ما يكونش حاجه كده، مش تشتري شهاده فعلا، ايوه عايزين انه يكون انسان فعلا. يعني في الدنمارك والسويد والحاجات دي انت عندك حاجه اسمها ويلفيرنس، الويلفيرنس يعني انت من ساعه ما بتولد انت زي اي حد، تتعلم كلكم نفس التعليم، بتكبروا مع بعض في نفس كل حاجه، تتعلموا نفس الحاجات. يعني طبيعي انت تشوف عامل بناء متجوز دكتور الجامعه، طبيعي. الفكره ان هم كل واحد بياخد حقه، وبعد كده واحد عمل حاجه غلط في قانون بيعاقب. احنا دلوقتي عندنا قانون بيعاقب الصغير قبل الكبير، لكن لو القانون بيعاقب الكبير قبل الصغير وبيعاقب الكل على اي حاجه، مش هيبقى فيه فوضى وهيبقى فيه استقرار. بس الفكره ان احنا عايزين، هم عايزين يقول ولا يوم من ايامك مبارك. هو التعليم دلوقتي شغال على طبقيات، انا مثلا ممكن اخد دروس، انا دروسي في الشهر ب 1000 جنيه مثلا، في ناس تانية ما تقدرش حتى تدفع جزء من ال 1000 جنيه. فهو التعليم في مصر طبقي، معاك فلوس اتعلم، مش معاك فلوس خلاص. مصطفى صبري أحد منظمي المسيرة وطالب المدرسة السعدية الثانوية، ومصطفى صبري أحد منظمي المسيرة
صادق صادق انا اسف قبل ما تنهي الحلقه. اتلخبطت معلش، احمد نظير المصيري وطالب بمدرسه الجزويت صادق، والتاني مصطفى صبري. شكرا ليكم، ربنا شكرا يوفقكم. انا حلقة. شايف اتنين عارفين هم عايزين ايه وشايفين المستقبل بشكل اي احسن ومصممين على ان المستقبل يبقى احسن. ربنا يوفقكم، وبس يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس ما تهملوش الدراسه، واستحملوا الدراسه لحد دلوقتي لغايه لما تعرفوا تغيروها في يوم من الايام ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى قريب ان شاء الله. نورتونا حضرتك. فاصل وراجعين.